كان يقطع الانتخابيه. والمره دي كان 20 بالبطاقه العاديه الرقم القومي، لسه ما رحتش عشان انا كنت في لجنه امبارح. الصراحه هي معايا والرقم بتاعي معايا. She said that's the first time to get in the election because they didn't have a public number. This election they got the public number and this is the first election they will be. عايزين تفضلك عن انطباعك عن الانتخابات دي؟ ايه احساسك؟ لا طبعا الناس كلها يعني مبسوطه وفي امان وكلهم قد خطواتهم، يعني مفيش مشاكل المره دي بصراحه. يعني الجو العام يعني مطمئن، الناس مطمئنه ونازله كلها تنتخب. يعني اكتر من 50% امبارح قالوا باصواتهم، الصناديق بتقول كده. وان شاء الله الباقي النهارده يعني هتبقى النسبه مرتفعه جدا عن اي انتخابات اي مره ثانيه. The general atmosphere is feeling comfort. It's about 50% of Forsyth population is coming to vote yesterday. She's feeling very good. She's feeling that everybody is getting together to make it a success. Thank you very much. Name and maybe name. حضرتك هو الوظيفة سامية يوسف جامد الكبيري، مديرة مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات. سامية يوسف كامل الدميري. She's the director of 6 of October's.